قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن ممكن القاصر القانون اللي القانون بيجيز له بإدارة أمواله كده بقى له موطن، الموطن اللي بيدير فيه أمواله بقى أصبح للقاصر موطنين، الموطن الإلزامي القانوني اللي نص عليه القانون، ولأنه قاصر موطنه موطن ولي أمره أو موطن الوصي عليه. طب إن والموطن التاني للقاصر الموطن اللي المحكمة حكمت له إن يدير أمواله، طالما المحكمة حكمت له يدير أمواله يبقى أصبح موطن ممارسة إدارة أموال القاصر هو موطنه تاني، يبقى هنا للقاصر كده موطنين، موطن حرفي اللي بيدير فيه أمواله وتجارته، الموطن التاني اللي هو الموطن الخاص بالموطن الإلزامي لو موطن وصي عليه أو القائم عليه أو ولي أمره، الوصي عليه أو ولي أمره. اتفقنا كده؟ يبقى كده من العلامات اللي بتميز الشخص اسمه، الاسم اللي هو الاسم واللقب وموطنه. الموطن في عندنا نوعين من الموطن، موطن عام وموطن خاص. العام بنقسمه لنوعين، موطن عام إرادي وموطن عام إلزامي. موطن عام إلزامي والخاص عندنا ثلاثة، الموطن الخاص المختار والموطن الخاص الحرفي أو المهني والموطن الخاص اللي بيمارس فيه إيه القاصر اللي بلغ سن 18 سنة أمواله واللي بتحقق ذنب المحكمة بذنب. آخر مميز للشخصية هو حالة الشخص. حالة الشخص قد تكون حالة سياسية، إن الشخص بينتمي لدولة معينة فبيكتسب جنسية الدولة دي، فبيصبح المواطن في الدولة دي، وبالتالي بيكتسب الحقوق اللي بتمنحها له الدولة دي، بيكتسب الحقوق اللي بتمنحها الدولة دي، وهي الحقوق السياسية، الحقوق اللي بيكتسبها مواطن الدولة، حقه في إدارة الدولة اللي بيعيش فيها. طبعا اكتساب جنسية الدولة له أسس كتيرة، ممكن الجنسية تبقى مكتسبة بالميلاد، ممكن بالدم، ممكن جواز، في جنسية أصلية وفي جنسية مكتسبة، في جنسية بالتبعية، أيا كان نوع الجنسية، بس ندي الجنسية بتدي للشخص حق، اللي هي حقوق معينة اسمها الحقوق السياسية. يبقى حالة، أول حالة للشخص حالة سياسية، الحالة اللي بتتمثل في علاقة الشخص بدولة معينة أو انتماء الشخص لدولة معينة أو جنسية الشخص أو جنسية الشخص. خلصنا من الحالة السياسية في الحالة الدينية. الحالة الدينية يعني أن الشخص يحمل ديانة معينة، شخص بيحمل ديانة معينة تكسبه حقوق معينة، فمثلا المسلم له حقوق، له حق إنه يطلق براته المنفردة، له حق إنه يعدد الزوجات، المسيحي له حق إن هو يتجوز جواز ديني، له حق إن هو يعيش حياة أبدية، دي كلها حقوق، اليهودي له برضه حقوق، الحالة الدينية بتكسب شخص حقوق، يبقى الحالة الدينية مميزة للشخصية، الحالة السياسية مميزة للشخصية، الحالة العائلية، الحالة العائلية إن أنا انتمائي لعائلة معينة بيديني حقوق، زي حقوق الزوج وحقوق الزوجة وحقوق الأبناء، دي ما بيكتسبهاش إلا شخص لما يكون فرد في عيلة إيه معينة. يهمنا بقى في الحالة العائلية أنواع القرابة ودرجات القرابة. عندنا نوعين من القرابة، إما القرابة تبقى قرابة دم وإما القرابة تبقى قرابة مصهرة. قرابة دم يعني إيه؟ إن كل الأفراد بيندرجوا من أصل واحد، كل الأفراد في العيلة بيندرجوا من أصل واحد، دول بيبقوا بيتبعوا العيلة واحدة، نهايتهم اسم عيلة واحدة، نهايتهم جد واحد. فلما الأقارب بيندرجوا من أصل واحد أو بيتفرعوا من أصل واحد أو بيلحقهم عيلة واحدة، يبقى دي القرابة، دي قرابة دم، إن إحنا متسلسلين ومنتسبين لعيلة معينة. في قرابة تانية اسمها قرابة، قرابة مصاهرة، دي القرابة الناتجة عن عقد جواز صحيح ورسمي، عقد جواز صحيح ورسمي وموثق، دي اسمها قرابة إيه؟ مصاهرة. يبقى إحنا عندنا نوعين من القرابة، قرابة دم وقرابة مصاهرة. قرابة الدم إن إحنا بننبع من أصل واحد، بنندرج من عيلة واحدة، آخرنا واحد، جد واحد أو أصل واحد. قرابة مصاهرة دي ناتجة عن عقد جواز صحيح ورسمي. طيب قرابة الدم ممكن نقسمها، لو احنا الاتنين على نفس الاصل، يعني زي الاب الجد، الاب الجد الابن الحفيد، كلنا على اصل واحد كده، يبقى دي قرابة اصول. طب لو حد اتفرع من الاصل يبقى اسمه ايه؟ قرابة غير مباشرة او قرابة حواشي. لذلك لما نحب نحدد عدد علاقة القرابة او درجة القرابة في قرابة الدم، نقول الجد ده اول حاجة وهو ده العيلة او اللقب او الاصل. لو احنا بين الجد وابنه، بين الاب وابنه، الاصل ده بينه وبين ابنه كم واصلة، كم درجة خط بين الاب وابنه، خط واحد، يبقى انا درجة القرابة بين الاب وابنه من الدرجة الاولى.
طب احنا بننزل من الاب ده او من الاصل ده بننزل ابن تاني، يبقى علاقة الابن ده بالابن ده اخوات. فقال لك يبقى درجة القرب من الاخوة اخوه ايه؟ قال لك نطلع درجة للاصل اللي هو الاب، ننزل درجة للابن، يبقى الابن علاقته باخوه، الاخ علاقته باخوه من الدرجة التانية. عشان نحسب درجة القرابة بين شخص وشخص نجيب اصلهم ونشوف في كم واصلة بينهم وبين بعض مرورا بالاصل كده. لذلك بين الأب وابنه كم واصلة؟ واصلة واحدة، يبقى علاقة الأب بابنه من الدرجة الأولى. طب بين الأخ وأخوه كم واصلة؟ قال لك واصلة بين الأب وابنه، واصلة بين الأب وأخوه، يبقى تنزل الإيه؟ واصلتين، يبقى علاقة الأب الأخ وأخوه من الدرجة التانية. لذلك عايز تحدد درجة القرابة نحط الأصل. الأصل مثلا الأب، الأب ننزل من هنا فرع درجة ومن هنا فرع، دوم الفرعين دوم، أدي فرع علاقة بين الأب وأبوه، الابن وأبوه، وصلة واحدة أو درجة واحدة، يبقى درجة القرابة بين الأب وابنه من الدرجة الأولى. طب درجة القرابة بين الأب وابنه من الدرجة الأولى، طب بين الأخ وأخوه، نقول لك نطلع درجة وننزل درجة، بين الأخ وأخوه درجة القرابة من الدرجة التانية، لأنه بينهم درجتين أو بينهم واصلتين مرورا بالأصل. طب لو افرض الابن ده خلف والابن ده خلف، قال لك يبقى علاقة الولد بعمه، ونطلع الولد للأب والولد للجد، وينزل العم، ثلاث درجات بين الولد والعم، يبقى علاقة الولد بابن عم بعمه من الدرجة التالتة. طب علاقة الولد بابن عمه، نطلع درجة للأب ودرجة للجد، وننزل من الجد للعم ولابن العم بأربع درجات، يبقى درجة القرابة بين الولد وابن عمه من الدرجة الرابعة. ابن دي تطلق على الولد والبنت، وبالتالي علاقة الولد درجة القرابة بين الولد وأخته من الدرجة التانية، درجة الولد وبنت عمه من الدرجة الرابعة، علاقته ببنات العم من الدرجة الرابعة. طيب خلصنا من كده، حددنا درجات القرابة حسب عدد الصلات بين الشخص والشخص اللي احنا عايزين نجيب درجة قرابة، شوف بينهم كم وصلة. نطلع للجد أو الأصل وننزل بالوصلة التانية بحيث نعرف كم وصلة بينهم. طيب نقول لك خلي بالك بقى، لو القريب قريب من سيدة يبقى دي القرابة صلة أرحام. لذلك أنت ابن خالك قريبك من الدرجة الرابعة بس صلة أرحام، بنت خالك قريبتك من الدرجة الرابعة بس صلة أرحام، بنت عمتك قريبتك من الدرجة التالتة بس صلة أرحام. صلة أرحام ليه؟ لأنها مش نابعة من العيلة، دي راحت عيلة تانية. يبقى أي قريب من ست، أي قريب لك من ست ما بيبقاش قرب الدم، ده بيبقى صلة إيه؟ أرحام. طيب بالنسبة للمصهرة، قال لك لو انت بالنسبة لدرجة القرابة، قال لك الزوج والزوجة بيتعاملوا كجسد واحد، كيان واحد، الاتنين في مركز واحد، الاتنين في مركز واحد. وبالتالي لما نيجي نقول لك ايه العلاقة بين الزوج والزوجة، تقول درجة القرابة بين الزوج والزوجة ان هما علاقة مصاهرة، علاقة مصاهرة. لكن درجة القرابة تقول لي الزوج والزوجة كيان واحد، جسد واحد، قانون بيعاملهم شخص واحد. لذلك لما احب اعرف ايه اقارب الزوج يقربوا ايه للزوجه، بحط الزوجه مكان الزوج، ولو عايز اشوف اقارب الزوجه بيقربوا ايه للزوج احط الزوج مكان الزوج. على سبيل المثال لو عايز اعرف انا زوجتي تقرب لابويا ايه، احطها مكاني، اقول انا اقرب لابويا من الدرجه الكام؟ الدرجه الاولى بس، ده يبقى زوجتي احطها مكاني بتقرب لابويا اللي هو حماها من الدرجه الكام؟ الاولى مصهره، الاولى مصهره. طب زوجتي تقرب لحماتها اللي هي والدتي، انا اقرب لوالدتي من الدرجه الاولى دم، هي تقرب لوالدتي حماتها من الدرجه الاولى مصهره، من الدرجه الاولى مصهره. نتمنى ان المحاضره دي تكون فادتكم، ونركز قوي على النقط دي خصوصا درجه الايه القرابه، خصوصا درجه القرابه. بيبقى بانتهاء المحاضره دي بقى احنا اتكلمنا في السمات المميزه للشخصيه. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الاسم والموطن، والمحاضرة دي اتكلمنا عن درجة القرب. نحدد بقى المحاضرة دي في الكتاب. المحاضرة دي في الكتاب هي من صاد، هي من صاد، هتبقى من صاد. المحاضرة دي بتتكلم عن هي، والمحاضرة اللي فاتت بيبدأوا من صد 111 ل 131، من 111 ل 131. خدنا فيهم ايه بقى؟ خدنا فيهم هناخد نعلم في الكتاب الفقرة الأخيرة في 111،
نعلم الفقرة الأخيرة في 111 ونكتب يقصد بالسمات المميزة للشخصية مجموعة الصفات التي تميز الشخص عن غيره. نكتب في صفحة 111 يقصد بالسمات المميزة للشخصية مجموعة الصفات اللي بتميز الشخص عن غيره، مش عايزين غير دي. في صفحة 112 ناخد الفقرة الأولى وناخد الفقرة الثانية ونلغي الفقرة الأخيرة ونكتب يعتبر الاسم مميز للشخصية، والاسم هو العلامة التي تميز الشخص عن غيره. بل الفقرتين مش عايزين منهم غير دول، يعتبر الاسم هو العلامة التي تميز الشخص عن غيره وهو مميز للشخصية، ويقصد بالاسم الاسم واللقب. طيب نيجي في صفحة 113 ناخد الفقرة الأولى فقط ونلغي الفقرة الثانية. في 114 ناخد السطرين الأخر عند عنوان الاسم، ناخد السطرين الأخر فقط. 115 ناخد أول 4 سطور وأربع كلمات ونكتب بالاسم الحقيقي. تعريف الاسم الحقيقي هو الاسم الذي يميز الشخص عن غيره، وهو الاسم الذي يرد في السجلات الرسمية. الاسم الذي يميز الشخص عن غيره هو الاسم الذي يرد في السجلات الرسمية. في صفحة 116 نلغي الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة وناخد الفقرة اللي في النص ونكتب عليها السمات المميزة للشخصية أو ضوابط الشخصية. نكتب عليها ضوابط الشخصية، لازم الاسم في المدني أو الحقيقي اللي هو وارد في السجلات المدنية له ضوابط معينة، ما يكونش مخالف للنظام العام ولا يكون مخالف للآداب ولا يكون مهين للشخص وما يكونش مركب. نلغي أول فقرة وتاني فقرة في 116 وناخد الفقرة التانية بس. نلغي 117 كلها، في 118 ناخدها كلها ونكتب جنب اسم الشهرة هو الاسم الذي يشتهر به الشخص بين الناس، أو الاسم اللي يطلق الذي يطلقه الناس على الشخص. الاسم المستعار نكتب عليه هو الاسم الذي يطلقه الشخص على نفسه، الاسم الذي يطلقه الشخص على نفسه. ده الفرق بين الاسم الشهرة والاسم المستعار. في 119 ناخدها كلها، في 119 ناخدها كلها. 120 ناخد أول فقرة فقط ونلغي الفقرة التانية وناخد آخر سطر في 120. 121 ناخد أول فقرة بس، 121 ناخد أول فقرة بس. 122 نلغي أول فقرة وناخد الفقرة الأخيرة كلها، نلغي أول فقرة بس وناخد بقية الصفحة كلها. 123 كنا ناخدها كلها، 123 ناخدها كلها. 124 نلغي كل الصفحة ما عدا آخر 4 سطور، ناخد آخر 4. في 124 آخر 4 سطور. في 125 ناخدها كلها ما عدا الفقرة، ناخد الفقرة الأولى في 124، 125 ناخد الفقرة الأولى ونلغي الفقرة الثانية وناخد أول سطرين من الفقرة الثالثة، أول سطرين من الفقرة الثالثة. 125 ناخد 126 ناخد أول 4 سطور في الصفحة ونلغي بقية الفقرة الأولى وناخد 4 سطور من الفقرة الثانية، 4 سطور من الفقرة الثانية. في 127 ناخدها كلها ما عدا أول فقرة، 127 ناخدها كلها ما عدا أول فقرة. 128 كلها، 129 كلها، 130 ناخدها كلها، 131 ناخد أول 3 سطور. عند الحالة العائلية لدرجة القرابة وأنواع القرابة نكتب مهم جدا سؤال في الامتحان، هام جدا سؤال في الامتحان. برضو نأكد الحاجات اللي احنا علمناها دي واللي احنا ركزنا عليها نبدأ نسمعها في المحاضرة، المحاضرة دي والمحاضرة اللي فاتت، المحاضرة دي والمحاضرة اللي فاتت مكملين لبعض، اللي هي اللي بتحدد الاسم والموطن. المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي بتحدد نوع القرابة، المحاضرتين مربوطين ببعض، نذاكرهم كويس ونسمعهم كويس ونلخصهم، بس نقراهم من الكتاب الأول عشان ما نغلطش في الأسماء، الكتاب هيوضح لنا حاجات كتير. نقراهم ونلخصهم وبعد كده نبقى هنا إن شاء الله نحدد يوم كل واحد يجي يجيب لي تلخيصه وأشوفه ونحدد مع بعض الأجزاء المهمة. تمنياتي للجميع بالتوفيق ونأكد المرة المليون ثلاثية فهم مادة القانون. اسمع المحاضرة كويس جدا، اقراها من الكتاب كويس جدا، لخصها بطريقتك انت، ما تاخدش ورقة من غيرك. تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.